السلام عليكم. لا مؤاخذة أستاذة. نعم. بعد إذنك كنت عايز أسأل بس على أوراق نقل طالب هنا. اسمه إيه؟ ياسين عادل عطية. وحضرتك تبقى له إيه؟ أنا عمه. بس أنا ما ينفعش أدي أي معلومات عن الطفل غير للأب أو الأم. حضرتك هو بعيد عنك، أبوه متوفي وأبويا أنا هو اللي وصي عليه. يبقى ولد حضرتك يجيب نفسه. راجل كبير وما يقدرش يتحرك. أنا آسفة. لما يجي والدك هعرف كل حاجة. أنا مش عايز أغير حاجة في ملفه، أنا عايز أعرف بس لو اتنقل فين؟ ما لما ولد حضرتك هيجي هيعرف كل حاجة. الواد مخطوف وأنا عايز أطمن عليه. طب في حد خاطف هيودي الطفل المدرسة؟ أنا عمه أكتر واحد يعرف مصلحته. أنا عايز بس أعرف ورقه اتنقل ولا لأ. لو جده ما نقلهوش هيبقى الورق في نفس المكان. ارتحت؟ ربنا يطمنك. تشكري. العفو. أنت عمال تزن ليه؟ يا عيب. لو عندك حاجة تانية مقطوعة هاتها. لا باقي الغزل زي الفل. عم ربيع. ايوه. أنا جوزي حاطط كل فلوسه في السرحة دي، فاللي فاكر إنه طالع يتساير ولا يهزر يكلم مركب تانية تيجي تاخده. لا كلنا جايين نشتغل وهنعمل أحلى شغل. يبقى ما اسمعش بقى حد فيكم يقول نستعوض ربنا في السرحة دي.